بسم الله الرحمن الرحيم. نحكي هون عن anterior relations للرايت كدني. هلا عشان نعرف anterior relations قبل ما نعرف اي شيء لازم نعرف العلاقه بيناتهم دايركت ولا اندايركت. هلا اذا كانت الكدني دائما ريترو، فاحنا متفقين على شيء ثابت بالعلاقه انه الكدني دائما ريترو بيريتونيال، امامها بيريتونيال. اذا كان الشيء اللي بنحكي عنه جزء الطرف الاخر من العلاقه، اذا كان انترا بيريتونيال فهي العلاقه اندايركت. مثلا عليه ليفر، اذا الليفر انترا بيريتونيوم وهي ريترو بيناتهم في بيريتونيوم، معناته اندايركت ريليشنز. اذا انترا بيريتونيال وريترو بيريتونيال اندايركت ريليشنز. اما اذا كانت العلاقه ريترو ريترو فهي دايركت ريليشن، ريترو ريترو دايركت، انترا ريترو اندايركت. طيب ناخذ امثله عليها ونفهمها. الرايت كدني امامها الليفر، الليفر انترا وهي ريترو، فمعناته هي عباره عن اندايركت ريليشن. شو بيناتهم؟ موريسونز باوتش، هيباتو رينال باوتش، بيناتهم بيريتونيوم. هاي عبارة عن the lowest part لما يكون واحد نايم بالسوباين بوزيشن، ونستخدمها for drainage. طيب هاي أول واحدة. ثاني واحدة في عنا suprarenal gland تكون هنا. بعدين في عنا second part of duodenum. second part of duodenum هي عبارة عن retro peritoneal وهي retro، فمعناته العلاقة بيناتهم direct relation، نايم عليها مباشرة. بعدين بيجي عنا second colic flexure. هاي second colic flexure، السكند كوليك فليكشر انترا بيريتونيال، كل ترانسفيرس كولون عباره عن انترا بيريتونيال، فعشان هيك انترا وريترو العلاقه بيناتهم اندايركت. بعدين كولز اوف سمول انتستين راح تكون كولز اوف جوجينوم، والعلاقه بيناتهم اندايركت لانه هاي عباره عن انترا بيريتونيال جوجينوم، والهاي ريترو فمعناته بيناتهم بيريتونيال.